انا عبد الهادي مصطفى من ثانوية رابط الفيحاء طرابلس، مع رفيقة توفيق الحمزي كمان من ثانوية رابط الفيحاء طرابلس. بدنا نقدم لكم المشروع تاعنا اللي هو بعنوان الكرسي الذكي. كتير اكثر هالايام اللي بيعانوا من مشكله الديسك، واكثرهم هالايام كمان صارت المراهقين، والسبب بيقعد انه بيقعدوا ثلاث ساعات كثيره قدام شاشه التلفزيون او قدام شاشه الكمبيوتر او البي اس 2، وهن ما عم يعرفوا ما عارفين انه ما قاعدين منيح، وهذا الشيء عم بيأذي عمودهم الفقري. كمان هيك حبينا نعمل هالكرسي اللي هو بحال رصد القعده غلط فهو بحق بيوقفها من خلال انذارين، وزياده على هيك على الكمبيوتر مثل ما كنتم شايفين في بروجرام وبيدلنا اذا انت قاعد صح ولا قاعد غلط واي جهه قاعد فيها غلط. وفي كمان جرس هون ما بيوقف الجرس الا اللي هو يقعد صح على الكرسي.